أعزائي الطلبة السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان البايب ديزاين. احنا بالكورس الثاني بدينا نتطرق المواضيع لها علاقة بالريفريجريشن سيستم، وأخذنا تناولنا موضوع البامب، والآن استكمالا لموضوع البامب ناخذ شلون نصمم البايب ديزاين أو شلون نصمم منظومة البايبنج سيستم. أعزائي الشاشة واضحة أمامكم؟ طيب ابتداء خلونا نتعرف على الماتيريال المستخدمة بالبايب ديزاين او بالبايب سيستم. يقول the materials most commonly used in a pipe system in pipe systems are the following: steel, black and galvanized, wrought iron, black and galvanized, copper, soft and hard. هذا بالنسبة للمعادن المستخدمة، الستيل والحديد والنحاس. The selection of the pipe materials depend on، طبعا اختيارك للمعدن يعتمد على the properties of the flowing liquid in the pipe، خصائص المادة اللي تجري داخل البايب. The temperature of the liquid، انت وين تشتغل، درجات حرارة عالية واطئة؟ وبالتأكيد إذا درجات حرارة عالية جدا أنت ما تقدر تستخدم الكبر، احتمال يموع. زين. The pressure of the liquid، كذلك الضغط أيضا. Rust and oxidation resistance، الأتربة والأوساخ والأك ومقاومة الأكسدة. Initial and maintenance cost، الكلفة التشغيلية والكلفة الابتدائية. كذلك الافيلابيلتي اوف بايب ماتيريالز، يعني انت مو تروح تستخدم ماده ما موجوده عندك بالسوق، لازم تدرس الافيلابيلتي، امكانيه توافرها. واضح يا شباب؟ واضح. زين. واضح. الووتر بايبنج سيستمز، انظمه انابيب المياه. هناك عدة أقسام تقسم الووتر بايب سيستم. واحد وانس ثرو اند ريسيركليتنج. شنو هذا؟ هذا ذا ووتر بايبنج سيستم ديسكاست هير، المناقش هنا، ار ديفايدد انتو وانس ثرو اند ريسيركليتنج تايبس. ان وانس ثرو سيستم، ووتر باس ثرو ذا اكويبمنت اونلي وانس اند ديسشارج. اكزامبل سيتي ووتر system، water cooled condenser and of air conditioning with regulating value discharging water to drain. يقول لك هنا الwater pipe system ممكن تقسم اولا once through and recirculating. يعني once through هذا اللي ما يسوي له تدوير، والrecirculating اللي يسوي له تدوير. الوانس ثرو يقول لك هو الماء او النظام ان اوانس ثرو سيستم، الماء باس ثرو ذا اكويبمنت، يجي خلال المعده اونلي ويسووا له ديسشارج ويسووا له تصريف، مثل ما مثل مياه المدن ومثل المياه اللي يودوها للكوندنسر اوف اير كونديشنر، ووتر كول كوندنسر، يدفعوه على الكوندنسر وما يرجعوه. هاي المحطات مثلا محطات الباور بلانت يدفعوه على الكوندنسر وما يسووا له ريسيركليتنج، يجيبون جديد. هذا نوع. النوع الاخر اللي هو ان ريسيركليتنج سيستم، بمعنى بالنظام اللي يعاد تدوير الماء، ان ريسيركليتنج سيستم ووتر از نوت ديسشارج، مو فقط يتصرف ولكن بات لوز ان ريبيتنج سيركت from the heat exchanger to the refrigerant to the refrigeration equipment and back to the heat exchanger. يعني مثلا على سبيل المثال نستخدم الماء، او نستخدم المائع بغض النظر، ندفع على معدة نطرد به الحرارة او ناخذ به الحرارة ونرجع الهيت اكسشينجر. اذا اخذنا به حرارة يا اخوان نطردها بالهيت اكسشينجر، اذا سحبنا به الحرارة
نضيف هالهيدريكسيون ده. واضح هذا نوع من من التقسيمات شباب. واضح تسمعوني؟ الامور واضحه؟ كلامي واضح؟ واضح استاذ. جيد. اوبن اند كلوزد هذا التقسيم الثاني. اذا سيركليتنج سيستم طيب فاطمه اوكي the circulating system may be classified as open or closed. هسه هذا circulating system النظام التدوير او النظام الذي يحدث فيه التدوير can be classified نقدر نصنفه as open or closed system كنظام مغلق او نظام مفتوح. An open system is one in which the water flows into a reservoir open to the atmosphere. Cooling tower, air washer, and collecting tanks are examples of reservoirs open to the atmosphere as shown in figure 1. لو تلاحظ بهذا الشكل الأول يقول لك هذا النوع من الأنظمة أنظمة التدوير يسموها open system. هسا هو شنو هذا كوندنسر دي يدفعون عليه ماء مية من الكولنج تاور. هذا كولنج تاور مبرد الماء بارد هنا ساحبيه يدفعوا على الكوندنسر. هذا الكوندنسر راح ناخذ منه الحرارة ونوديها وين بالكولنج تاور هنا البايب لين صار بيه فصل بخزان او بفد اناء فصار انفصل البايب سموه open system. ولكن a closed system is one in which the flow of water is not exposed to the atmosphere at any point. ولكن بالclosed system انت ما تحرر الماء او المائع او الليكويد السائل الى الجو to the atmosphere باي نقطة. This system usually contains an expansion tank that is open to the atmosphere but the water area exposed is insignificant as shown in figure 2. يقول لك هنا شوف هذا هو البيسك كلوزد هيدرونيك سيستم. هسه انت هنا مثلا على سبيل هاي شو اسمه هاي المضخه خلينا نفرض دنبرد احنا دندفع مي المن لهذا اللود هنا دا نسحب الهيت. هسه هو هنا كاتب نسحب او نضيف. انت خلينا نقول دا نسحب نعم خلينا نقول دا نسحب الهيت. فدا نسحب الهيت للود هنا هذا الماء سخن نجيبه نوديه للسورس هنا راح يتم معالجته يرجعوه بنفس النقطة ونرجع ندفعه. هذا صار كلوز سيستم. يقول لك هنا فقط الاكسبانشن تانك هو معرض الى الجو ولكن هذه المنطقه المعرضه كلش قليله insignificant. There are two main groups of components thermal and hydraulic. The thermal component are the source, chiller or boiler, the load, cooling or heating coil, and the expansion tank. The hydraulic components are the distribution system, the pump, and the expansion tank. يقسمون شو اسمه المنظومة هايدروليك هاي المفروض يقسمون هاي المنظومة إلى يعني أقسام أجزاء هاي يقسموها the expansion tank serves both the thermal and hydraulic functions. Actual system will be have additional components such as isolated and control valves, a flow meter, expansion joints, pump and pipe supports, etc. هنا ده يقسم مكونات المنظومة ووظائف عملها وده يقول لك المنظومة الحقيقية تحتوي بعد إضافات يعني
ثانوية أو مساعدة مثل صمامات السيطرة، مقاييس الفلو، الاكسبانشن جوينتس، السبورتات مالت البايب والبامب. هذا بالنسبة إلى الووتر بايب سيستم وتقسيماته. الآن تايب اوف كلوز سيستم، بالنسبة للكلوز سيستم، الكلوز سيستم أيضا ينقسم أقسام. وان بايب سيستم يقول لك a single pipe connected connect all the system components. It means the pipe starts from the source unit through the pump to the load units and then return to the source. The disadvantage of this system is that the efficiency of the last unit are low base because the return cold or hot water of all units is add to the same pipe that supply the end unit as shown in figure 3. هذا الشكل الثالث، هذا الشكل الثالث single pipe system اللي هو one pipe system. يقول لك بال one pipe بوري واحد يجي من ال يربط السيستم كومبوننت، يعني بوري يبدي من السورس ويمر بالبامب وباللود ويرجع المن للسورس. بس يقول لك هذا من مساوئه تكون الافشنسي الكفاءه مال المنظومات الاخيره تبدي تقل، لان الماء البارد او الحار الراجع ما راح يكون مثل ما موجود هنا بالسبلاي، فرق عن نهايته. هذا بالنسبة للوان بايب. بالنسبة للتو بايب، بالتو بايب سيستم، this system has a two pipes, one of the supply water and the other to the return water. شوف هسه هذا البايب، هذا البايب، هذا supply، هذا supply، هذا شنو return. هسه انت هنا دا تبرد تسخن حسب تطبيقك، بس هذا خط تجهيز. هسه اذا تبرد خو هذا ما يمر منه، هذا 3 واي فالف 2 بوزيشن تشينج اوفر فالف، بويلر ما بيشتغل عندك، راح تجي ما يجي ما يجيك مي بارد، يروح لللود هنا حسب اللود اللي عندك، والباقي ما يمر عبر اللود، يمر منه. فانت تبرد، هذا خط التجهيز وهذا خط السحب. اذا جيت تسخن خو هذا تشيله طافي، انت تسخن تدفع مي حار والراجع لك مي بارد ترجع تسخنه. فدا يقول بهذا السيستم has a two pipe, one to supply water هذا ال one، والاخر ال other to the return water. In this system the disadvantage of one pipe system is overcome. هنا مساوئ ال one pipe اللي هو مثلا هذا راحت، مساوئ ال one pipe تخلصنا منها. ليش؟ لان انت تدفع بال one pipe مو بالتوالي، بالتوازي. لو تلاحظ بالتوازي، هذا توالي طب هنا ويخلص عود يجي هنا، خلص عود. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح استاذ، واضح. In this system the disadvantage قلنا overcome. This is the most popular system in use because it is a simple and cheap as shown. هذا يقول لك السيستم مشهور استخدامه لان بسيط ورخيص. اكو بعد سيستم اخر the three pipe system. This system can be used in central air conditioning units that used for cooling and heating in the same time. يقول لك هذا نستخدمه ال 3 pipe system، هذا جزء من المنظومة 3 pipe system، يستخدموها وين؟ يستخدموها بالمنظومات المركزية central air conditioning system اللي تحتاج بيها تبرد وتسخن بنفس الوقت. It has one pipe to supply hot water, the other to supply cold water. شوف هسه هذا خط تجهيز الماء البارد، هذا خط تجهيز الماء الحار. شوف هسه هنا جايبين مي بارد ومي حار، وطالع مي
او يعني خلينا نفرض مي، هو مي هوت ووتر، هذا كاتب كولد ووتر وهوت ووتر، خالطيهم ودافعين للفان كويل اثنين او للفان كويل واحد. هذا البايب الاول هوت ووتر، هسه نسمي هذا واحد، والثاني للكولد ووتر، والثالث از ا كامن ريتيرن بايب، يعني الصافي خط الراجع المشترك ويرجع للبويلر ويرجع للشيلر حسب الحاجه. It means the third pipe is used to return cold and hot water to the chiller and boiler. الخط الراجع هو خط مشترك لرجوع الماء البارد والساخن الى البويلر والشيلر. The disadvantage of the system is the waste of heat in the third common return pipe as shown in figure 5. هنا يقول لك احنا يعني الديسادفانتج مالته راح نضيع قسم من الحراره بالثيرد بايب، يعني المفروض اذا سويناه فور بايب فالماء الحار نرجع هنا نسخنه، راح نسخنه قليل اذا كان الاستخدام قليل مال الماء الحار، واذا كان استخدام الماء البارد قليل ايضا راح يرجع بارد فنبرده قليل، فبالتالي احنا ما راح يصير عندنا ضياع. اكو فور بايب؟ نعم اكو فور بايب. فور بايب سيستم the disadvantage of three pipe system it means the common third pipe is overcome. هنا تغلبنا على المساوئ الموجوده بالثيرد بايب بالثري بايب. شلون؟ سوف تلاحظ هذا الشيلر ده يدفع ماء بارد المن، شوف ماء بارد يدفع ماء بارد لهنا ويدفع ماء بارد لهنا. اذا جيت بالصيف فانت تشغل ماء بارد، فالماء البارد يجي لهنا ويجي لهنا ويرجع لهنا، والماء الحار اللي انت دافعه اذا تحتاجه راح يرجع للبويلر، فاذا ما تستخدمه دا تشوف هذا الماء البارد الماء الحار دا يجي هنا يطب الفان كويل طبعا الى مجرى واحد، هو هنا راسمه المشترك، ويطلع منه شوف هذا اللي يطلع من البويلر يجي للبويلر ويجي للبويلر، هذا يجي للبويلر بي ويجي ويا البي ويشترك هنا. لا هذا A اللي هو الشيلر وهذا A يجي للشيلر. By adding أربع أنابيب the four pipe system can be used in central air conditioning اللي نحتاج بيها، محتمل نحتاج بيها cooling and plant with cold and hot circuit separated، مفصولة معزولة، دائرة التبريد ودائرة التسخين معزولة عزل تام عن بعض، واضح؟ طيب الووتر ريتيرن ارانجمنت منظومات إعادة الماء the recirculating system is further classified، أيضا منظومة الإرجاع تقسم تقسيم آخر according to the water return arrangement على طريقة إعادة الترتيب، يعني شلون حاط انت انابيبك حتى ترجع الماء. When two or more units of a cold system are piped together one of the following pipe arrangement may be used. الانواع reverse pipe reverse return pipe الشكل السابع والثامن السابع والثامن، هذا reverse pipe. لو تشوفه pipe supply يطل هنا ويطل هنا ويطل هنا ويطل هنا ويطل هنا، الراجع هذا الريفيرس يعني المقلوب المعكوس، هسه هذا vertical اذا كانت البناية عمودية، هذا horizontal اذا كانت البناية افقية يعني بالقاع انت تشتغل، فهذا reversed المعكوس return reversed او reverse return pipe. reverse return header with direct return riser reverse return header هذا نوع اخر، هذا الدايركت، شوف باوع الدايركت شلون صاير، الدايركت السورس ده يعطيك الحمل وانت ده توزع المن ده توزع الهذني بالتوازي، هذا دايركت ريتيرن. هنا reverse return شوف شلون الانبوب مسحوب للخلف
وراجح. طبعا هسه شنو فائدته؟ هسه نتعرف على شنو فائدته. الدايركت ريتيرن ايضا عرفناه. If the unit have the same or near the same pressure drop through them, one of the reverse return method pipe is recommended. هذا الحكي راح نتعرف عليه يعني من نجي نصمم نشوف ليش دا يسوون ريفيرس. هنا دا يقول لك اذا كان الضغط متساوي سيم بريشر خو قبل رجعهن. طبعا احنا ما نقدر سنعرف شنو هذا معنى الكلام. however if the unit have different pressure drop غالبا ما يصير عندنا different pressure drop ولذلك تحتاج تسوي balancing valve وهو هذا السبب اللي يخليك تسوي ريفيرس. حتى شنو؟ لان انت اذا سويته دايركت الماء راح يجي بس هنا او الكميه الكبيره تجي هنا والكميه الصغيره تجي هنا. فانت حتى تضمن الكميه التدفق اللي تفوت هنا هي نفسها كميه التدفق اللي تفوت هنا لازم تسوي بالانسنج. بمعنى اللوب مال هذا هو نفس اللوب مال هذا. وهذا شو وقت يتحقق؟ يتحقق هنا. شوف بقى اللوب مال هذا تقريبا هو نفس اللوب مال هذا وبالتالي فالتدفق اللي يجي هنا هو نفس التدفق اللي يجي هنا. هذا معنى كلام اللي دا يقوله. واضح يا شباب؟ واضح استاذ. واضح واضح استاذ. طيب ريفرس ريتيرن بايبنج از ريكومندد. هذا الريفرس ريتيرن اللي هو هذا الريفرس ريتيرن هذا الدايركت ريتيرن هذا الريفرس ريتيرن. الريفرس ريتيرن المن يستخدموه for most closed pipe application للنظام المغلق it is often the most economical design on a new construction. فالنظام اقتصادي للمنظومة المنصبة حديثا. The length of the water circuit through the supply and return pipe is the same for all units. هنا هذا الحكي اللي يحكي دا يقول لازم تخلي اللوب مال كل يونت هو نفسه لباقي الوحدات. Since the water circuit are equal for each other, the major advantage of the reverse return system is that seldom required للبالانسينج. ما تحتاج تسوي له بالانسينج. هو أصلاً أنت مسوي له بالانسينج عن طريق البايب سيستم. الشكل السابع والثامن يمثل لك اسكيماتيك المن لهذه المنظومات بالنسبة للبايب هوريزنتال والفيرتيكال. واضح؟ زين. There are installations where it is both inconvenient and economically unsound to use a complete reverse return after pipe system. This sometimes existing in a building where the first floor has previously been air conditioned. To avoid distributing the first floor occupants, reverse return headers are located at the top of the building and direct return riser to the unit are used. الشكل التاسع يوضح لك هاي هنا reverse return pipe system. دا يقول لك هنا اذا كان عندك طابق اول وحتى ما تزعج الطابق الاول لازم تنصب شوف الهيدر هذا الريتيرن لازم تنصبه فوق البناية والسبلاي تنصبه فوق البناية وتنزل انابيبك حتى ما تصير نويز حتى ما تصير وكذلك حتى بالصيانة ما تظل انت بكل طابق تشتغل. In the system, the flow rate is not equal for all units on a direct return riser. هذا احنا نعرفه. اذا سويت direct return ما راح تصير عندك الفلو ريت متساوية. The difference in the flow rate يعتمد على الديزاين pressure drop of the supply. تعتمد على انت شقد مخلي pressure drop. This difference can be reduced to the practical limit. تقدر تقلل هذا pressure drop. The pressure drop across the riser including the balloon, the loss through the supply and return from the unit, the loss through units itself. الخسارة اللي تصير بالبايبات بالخطوط الراجعة خطوط التجهيز والرجوع والخسارة اللي تصير داخل اليونتس نفسها واللوسز ثروث الفيتنج والخلال الفيتنج العكوس او البالبات.
excessive unbalancing in the direct supply and return portion of the pipe system may be dedicated the need for the balancing valve of orifice. يقول لك إذا شو اسمه إذا كنت تحتاج أن تسوي balancing يعني كانت الخسارة بإحدى اليونتات أقل من الخسارة بباقي اليونتات بالتالي الفلو راح يجي بيها أعلى فأنت تحتاج تسوي فإذا كنت إذا كان عندك excessive unbalancing إذا كان عندك عدم اتزان كبير بالدايركت سبلاي اند ريتيرن بورشن بين التجهيز والعودة لازم تستخدم balancing valve صمامات موازنة أو أورفيسات to eliminate balancing valve design the supply and return drop pressure drop equal to 1/4 the sum of the pressure drop of the preceding item 1 و 2 هنا بيعطيك قد recommendation يقول لك إذا تريد تقلل من استخدام ال balancing valve لازم تخلي ال pressure drop ما يتجاوز أو يساوي ربع مجموع البرشر دروب of the preceding items بالفقرات السابقة اللي هي 1 و 2 و 3 اللي تناولناها. Direct return pipe is necessary for open pipe system. الدايركت اللي هو هذا استخدمناه نقدر نستخدمه مو بالكلوز وين نقدر نستخدمه نقدر نستخدمه بالopen system and it is and is recommended for some closed pipe وبعض المنظومات المغلقة اللي ما نحتاج بها كفاءة الوحدات الأخيرة نقدر نستخدم الـ direct return a reverse return arrangement on an open system requires piping that is normally unnecessary إذا استخدمنا reverse return يعني خطوط راجعة معكوسة ب open system فراح نستخدم بايبات احنا ما نحتاج نستخدمها اساسا since the same atmospheric condition exists at all points of the system لان الضغط الجوي هو بكل النقاط هو ضغط جوي وبالتالي a direct return is recommended for a closed circulating system where all the units require balancing valve and have different pressure drop فش وقت نقدر نستخدم المعكوس النظام الدايركت اذا كان كل يونت لها بريشر دروب وكل يونت نقدر نستخدم لها بالانسنج فالف او بيها بالانسنج فالف عند هذه الحاله استخدم الدايركت ريتيرن سيفرال فان كويل يونتس pipe together and requiring different water flow rates, capacities and the pressure drop is an example of the type of the system. يقول لك يعني إذا هنا هاي fan coil استخدام الفان كويلات عديدة مع بعض والمتطلبة كل وحدة لها flow rate مختلف وسعة مختلفة ولا pressure drop هذا مثال على هذا النوع من انواع السيستم اللي تقدر تستخدم بها الدايركت وكل واحد دي بالانسنج فالف ايضا ذا دايركت ريتيرن بايب سيستم از انهيرنتلي انبالانسد اند ريكوايرز بالانسنج فالف اور اورفيس اند بروفيجن تو ميجر البريشر دروب ان اوردر تو ميتر ذا فلو ريت هذا الحكي حكيناه بس هنا ده يقول اذا صار عندك انبالانسنج المفروض تخلي مقاييس حتى تقيس بها الفلو ريت كذلك although material cost and lower in this system than in two reverse return system engineering cost and balancing time often offset this advantage وهذا يعتبر من المميزات إذا قللت بالمصاريف وقللت بالزمن الاتزان balancing time لاحظ الشكل العشرة يوضح لك البايب vertical and horizontal to a direct هذا إذا كان direct بالنسبة للهوريزنتال شوف باو حسه هذا السبلاي يجي direct لهنا خلينا نقول عندك البناية عمودية
وهاي البناء الأفقية يجي السبلاي يعطي ويرجع بس من ينطي لهنا راح ينطيها أكثر ما ينطي لهنا ليش لأن الفلوريد دي يقل هذه فد مقارنة بين ال 2.5 وال 4.5 والفرق بيناتهم وكل وحدة ومميزاتها هاي سيمبل ديزاين هاي لا مو سيمبل هاي ليس اكسبنسيف هاي لا مور اكسبنسيف وهكذا ووتر كونديشنينج بالنسبة للأنابيب المستخدمة بالووتر كونديشنينج شباب وياي أعزائي طيب water conditioning normally all water pipe system must have adequate treatment to protect the various components against corrosion scale slim and algae water هنا يقول لك هنا ده يقول لك يا بلا لازم تعالج المياه معالجة خاصة حتى تحمي أجهزتك من الترسبات ومن التكلسات ومن التآكل من تكون الطحالب لازم تعالجها وتعالجها دوريا وتفحص دوريا وإذا عندك نقص بالماء أيضا تعوضها دوريا البايب سايزنج اختيار الحجم the pipe the design of the pipe system is limited by احنا محدودين هنا ده يقول لك احنا محدودين اختيار الانبوب احنا محدودين بالماكسيمم فيلوسيتي اولا المحدودين بسرعه قصوى نستخدمها ليش هاي السرعه القصوى تسبب لك نويز تسبب لك ضوضاء كذلك تسبب لك تعريه للبايب ولذلك انت اول معيار محدود به هو السرعه القصوى المسموح بها الفريكشن لوس انت ايضا مسموح لك محدود انت بالخسائر اللي تواجهك once through system must be sized to provide the required flow at a pressure loss within the pressure available after all other losses condenser pressure drop hydrostatic and blind valve and fitting losses have been deduced يعني انت ايضا محدود بالفريكشن لوس اللي بخط التجهيز اللي انت وين تدفع كذلك الريسيركليتنج بام سيستم ار سايز تو بروفايد ريزونبل بالانسنج بتوين انكريز بام هورس باور ديو تو هاي فريكشن لوس اند انكريز بايبنج فيرست كوست ديو تو لارج ايضا انت لازم تخلي باعتبارك ما تقدر يعني لازم تخلي باعتبارك المضخة التدوير لازم تكون بيها فقدر من الموازنة بين الانكريزنج بام بين زيادة القدرة المطلوبة نتيجة الاحتكاك وازدياد الكلفة الابتدائية الها وللبايبات ولكبر البايبات زين ديزاين ليميتيشن مثل ما اتفقنا الفيلوسيتي تقع بين الواحد الى 3.6 كما بالجدول هذا ريكومندد فيلوسيتي رينج فور ا ديفرنت سيرفيس شوف السيرفس عندك الفيلوسيتي بالمتر على السكن عندك البامب ديسشارج هذه الرينج مالتها البامب سكشن هذا الرينج مالتها الدرين لاين هذا الرينج مالتها الهيدر رايزر جنرال سيرفس سيتي ووتر هاي رنجات الفيلوسيتي the velocity recommended for water pipe depends on two conditions the surface حسب السيرفس والإفكت of erosion وتأثير التعرية شو تريد البايب يطول اكثر لازم تقلل السرعه اذا ما تهمك التعريه اللي تصير تقدر تزود السرعه بمقدار معين بعد الفريكشن لوس ماكسيموم 300 باسكال بير 100 متر ايكوبلنت لين فروم فيجر 11 طبعا هذا الماكسيموم فيلوسيتي تو مينيمايز اروجن ما تفرغنا له تيبل 1 اند تيبل 2 هنا إذا تريد شوف هذا العمر الزمني أور بير هير يشتغل لك 1500 ساعة بالسنة إذا كانت السرعة عندك هيجة كل ما تقلل السرعة تزداد عدد ساعات التشغيل شوف هذا 80,000 80,000 ساعة بالسنة يشتغل إذا كان بهالسرعة هذا فالتعرية أيضا تأثر لك البريشر دروب فور سي آي
13 for SI unit. هنا لو تلاحظ هسه هنا هو ايش ده ينطي؟ جالون بير مينت فراكشن لوس ديو تو فلو ووتر ان كوميرشال بايب. هذا سكجول 40 الحديد، هذا طبعا جايبيه من اشري. هنا الماكسيمم البريشر دروب، الماكسيمم بريشر دروب بالنسبه لمن؟ الكل 100 متر من الطول المعادل. يعني شنو الطول المعادل؟ هسه عرف الطول المعادل اللي اريدك تعرفه، انه هذا الشكل هذا يمثل الفلو طبعا تقريبا مثل مخطط الديزاين ده. يا شباب وياي شوي انتبه علي وياي خليك يا تصير طيب زين يا شباب باوع عليه الان هذا اللاين، هذا الخط الاكس اكسس يمثل لك تدفق الماء. خلينا نفرض مي، هو كاتب لك الفريكشن لوس ديو تو فلو ووتر، هذا التدفق مال المي. هذا اللوسز اللي يصير الكل 100 متر طول. يعني افرض انت هسه عندك بايب، خلينا نفرض عندك بايب مستقيم طوله 100 متر، اذا تدفع به 40 بسرعه، خلينا نقول فد 4 فوت، راح يصير عندك الخساره 4 متر بكل 100 متر. واضح؟ او 4 فوت الكل 100 فوت. ده تنتبهوا وياي شباب وياي. وياك شباب واضحه الفكره؟ افرض افرض انا اقول لك بايب، او انت تريد بايب يمشي بي 440 جالون بير مينت، 40 جالون بير مينت بسرعه خلينا نقول 4. هاي 4 مو يا شباب، هاي ال 40 وهاي ال 4 شباب. اي استاذ وياك تمام زين. اذا هاي 40 جالون بير مينت ب 4 فوت بير سكند، تريد تعرف انت ايش قد الخسائر اللي عندك. طبعا تصير اقل من الاربعة. واضح يا شباب؟ ها شباب جيد. اللي اريد افهمك اياه مبدئيا الان، انه انت عندك خاصيتين، عندك مثلا تدفق وسرعة. تدفق عندك هذا خط التدفق، وهذا خط السرعة. شوف هاي السرعة، تقدر تحسب اللوسز من هذا الشكل، وتقدر تحسب الدايميتر اللي هو هذا الخط. هذا انجو ربع، انجو نص، ثلاثة ارباع، يعني هذا مو هذا شو اسمه، هذا انج، ثلاثة ارباع، نص. هذا اذا كان الشكل، يعني هسه هو ايش قايل هذا للايرون، هنا يمكن للنحاس. اي فريكشن ديو تو فلو ووتر ان تايب الكابر، هذا نفس الشكل بس بالنسبه للنحاس. هذا بالنسبه للفريكشن لوس ان كوميرشال ستيل بايب سك
سكجول 40 حديد بس هذا الشكل بالفوت بالوحدات الاس اي يونت. شوف فوليومتريك فلو ريت باللتر على السكند، ايش قد عندك لتر؟ خلينا نقول مثلا هل قد عندي لتر بالسكند، هل قد عندي لتر بالسكند، ايش قد السرعه اللي تمشي بيها حسب السرعه اللي انت تريدها، حسب انت وين تدفع. مثلا انت تقول السرعه عندي 2 متر، تقاطع العشره ويا الثنين تطلع ايش قد صار عندك البريشر لوس بالباسكال على المتر، وايضا تطلع الدايميتر مات البوري اللي انت دا تشتغل به. طلعت مثلا انت عندك فد 100 متر او 50 متر، بالتالي انت من عرفت الخسائر اللي راح تصير به قدرت تعرف ايش قد مقدار طاقة لازم تخليها حتى تتغلب على هاي الخسائر. طبعا هسه نجي بالتصميم راح تصير الصورة شوية اوضح عندك. هذا الشكل ايضا فريكشن لوز اوف ووتر اذا يمشي بالكفر تايب كي و ال و ام، كل واحد خط معين هو منقط لك اياهن. وهنا اذا كنت تدفع فريكشن لوز بالبلاستيك بايب بالبواري البلاستيكيه، واضح يا شباب؟ زين هنا هذا الشكل فد شكل مخطط لمنظومة بسيطة للتصميم. خلي أنا وياك نصممها. أريد منك تطلع ورقة ولو أنت جدول ما عندك، بس يلا مو مشكلة، يعني نقدر نخمن تخمين عود بعدين من تسحب محاضرة مالتك استخدمه الى شارتات دقيقة. شوف يا شباب بالك وياي اعزائي، تمام زين. اذا وياي هذا عندك البايب البايب منا لهنا 90 ومنا لهنا 60، احنا المفروض شو نسوي؟ ايش قد يمشي بي؟ ده يمشي بي 40 كيلو جرام بالسكند. طبعا خلينا نفرض البايب حديد، فال 40 جرام بير سكند اذا ردنا نقول السرعة مالتها هي 2 متر بالثانية. شوف باوع هسه هو ايش قد ده يمشي بي؟ 40 كيلو جرام على السكند، طبعا ال 40 كيلو جرام على السكند هي تساوي 40 لتر على السكند، صح لو مو صح؟ لان الووتر الكثافة مالته ألف، صح؟ اللتر مو 1 كيلو غرام بالنسبة للماء يا شباب. شنو هو النعم استاذ؟ اللتر كم؟ الواحد كيلو اللتر مو 1 كيلو غرام من الماء؟ بالتالي ال40 كيلو غرام هي 40 لتر. فهذا ال40 لتر خط ال40 لتر اذا قاطعناه خلينا نقول مع ال2.5، هاي ال2.5 متر بالسكند. خلينا نقول نفرض انه سرعة الماء اللي تجري بهذا البايب هي 2.5 متر بالسكند، فخط ال40 اقاطع ويا ال2.5 تقريبا يطلع عندي ال 135 الدايميتر قطر مالته. اي الدايميتر مثلا يطلع عندي 135 بنصهن، والبرشر دروب يطلع 400 باسكال على المتر، صح؟ فوق ال 400 شويه استاذ، فوق ال 400 شويه مو مشكله. هذا شنو؟ هذا قلنا انه البايب ايش قد يصير به خسائر. طبعا البايب هذا ما نقدر نجيب له مضخه نقول له يابا انت تروح
تغطي لي ال 400 لكل متر. لا لا طبعا انت ايش عندك؟ عندك 60 و90 150 في 2 فالمنظومه كلها 300 متر هاي. فما تقدر تقول الخسائر هذه اللي طلعت عندي قول 400 في 150 راح يطلع عندي هالقد باسكال واجيب مضخه تسوي لي هذا الضغط. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لان انت بعد عندك هنا عكس راح يخسرك، مو بس الطول يخسرك، عندك هنا عكس يخسرك، هنا هذا الاوبن جلوب فالف يخسرك، عندك هنا عكس ثاني، هنا ثالث، هنا رابع، وهنا جيت. هذني كلهن لازم تضيف خسائرهن على المنظومة يلا تقدر تجيب المضخة اللي تغطي لك. بمعنى يا شباب، اذا حسبت بس خسائر البايب ورحت جبت المضخة، فان المضخة محتمل تدفع لك ماء لهنا، خلينا نقول لهنا تدفع لك ماء، ما تجيب لك الماء لهنا، ما تدور لك يا الماء لهنا. ليش؟ لان انت عندك خسارة بالعكوس وعندك خسارة بالفتنج ما حسبتها، ما ضفتها. هسه شلون نضيفها؟ راح نتعلم شلون نضيفها بالمحاضرة القادمة. ماشي يا شباب؟